والآن جولة على المشهد السياسي مع الزميلة ريف عقيل. مساء الخير ريف. مساء الخير جورج. استعرضنا مع رواندا لقاءات بيت الوسط لليوم. صحيح. المشهد السياسي أكيد له علاقة بالأيام الرئيس الحريري بلبنان، الجبهة الجنوبية، صحيح، يعني الاستحقاقات القادمة على لبنان وإلى ما هنالك من تفاصيل. صحيح. ما هيك؟ صحيح، يعني هو التركيز اليوم أكثر على مسألة الملف بجنوب لبنان وكل المساعي التي يقوم بها الرئيس نجيب ميقاتي من خارج لبنان بهذا الإطار. غير ذلك يعني بين النبطية وميونخ. صحيح. المشهد اليوم. نعم. تفضل. عاد التداول ببلورة مساعا تحرك المياه في ملف الاستحقاق الرئاسي قبل بدء شهر رمضان في ظل تصاعد المخاوف من مغامرة إسرائيلية تنزلق بلبنان إلى حرب مفتوحة، خاصة وأن الضوابط باتت مؤقتة. وعلى الرغم من محاولات البعض تفعيل العملية السياسية والاستحقاقات العالقة، إلا أن عددا من النواب يرى أن كل المقترحات وإن خرجت من مقرات رسمية داخلية فإن مفاتيحها الفعلية مرتبطة أولا بما بعد غزة، وتاليا في طرح الموفد الرئاسي الأمريكي أموس هوكستين المرتكز على رغبة وإصرار أمريكيين بتغليب خيار الحل السياسي، وهو ما يشكل حاليا أولوية دولية وعربية، يليها بحث الاستحقاق الرئاسي، وهو ما بدا واضحا في تصريحات مؤتمر ميونخ للأمن. وفي المعلومات أن رئيس الحكومة نجيب ميقاتي يضغط من ميونخ في لقاءاته باتجاه الحل على جبهة الجنوب، هذا وتتقاطع معه المواقف الدولية لناحية إرساء الاستقرار وبعدها لكل حادث حديث. أما في الملف الرئاسي فلازالت الأمور تقف عند مرحلة الاستكشاف وبلورة مواقف بعض القوى السياسية المحلية من مسألة إنهاء الشغور الرئاسي من دون أن يتحول أو من دون أي تحول أو تقدم. أما غير ذلك فلا ملامح للموفد الرئاسي الفرنسي جون إيف لودريان ولا خطوات جدية بمساعي الخماسية، وهما تتلمسه شخصية سياسية معنية بالشغور الرئاسي وتحديد بعد لقاء سفراء الخماسية مع الرئيس بري في عين التيني قبل أسابيع. من برنامج هنا بيروت كشف المستشار الإعلامي لرئيس الحكومة فارس جميل أنه من خلال الاتصالات واللقاءات الأخيرة التي قام بها الرئيس نجيب ميقاتي في ميونخ يبدو أن الأمور تتجه نحو نوع من الاستقرار الطويل الأمد، وذلك مع استمرار الحذر الشديد مما قد يقدم عليه الإسرائيلي من عدوان على لبنان. على مدى يومين كانت لدولة رئيس الحكومة سلسلة لقاءات في ميونخ آخرها قبل لحظات مع رئيس وزراء قطر حيث انتهى الاجتماع في إطار المساعي لوقف العدوان على جنوب لبنان وعودة الهدوء، مع تأكيد لبنان بأولوية تطبيق القرار 1701 كاملا ووضع خطة لدعم الجيش ووقف العدوان الإسرائيلي المستمر على جنوب لبنان واستهداف المدنيين بشكل فاتر. من خلال هذه الاتصالات يبدو حسب الواقع أن الأمور تتجه إلى نوع من الاستقرار الطويل الأمد مع استمرار الحذر الشديد مما قد يقدم عليه الإسرائيلي من عدوان على لبنان. أما بشأن الاجتماع كما تفضلت مع الموفد الأمريكي هوكشتاين، فكان تأكيد من هوكشتاين أن المساعي الأمريكية ستستمر للجم إسرائيل وعدوانها، لكن يعني أحب أن أؤكد أنه من خلال جول الاتصال لا ضمانات حاسمة في هذا الصدد، لكن المساعي الأمريكية تدفع باتجاه الحل الدبلوماسي الذي يحقق الاستقرار وعودة النازحين إلى قراهم. الموفد هوكشتاين لن يأتي إلى لبنان قريبا، لا زيارة قريبة لهوكشتاين إلى لبنان، لكنه يواصل اتصالاته. الصحفي نضال السبع كشف عن مساعي أمريكية وجهود قطرية حثيثة في الملف الرئاسي اللبناني مستبعدا أي زيارة قريبة للودريان إلى بيروت. يعني هو بالنسبة للخماسية كان في زيارة قبل حوالي 3-4 أيام لمصر، حسب ما فهمت من الأجواء داخل مصر أن لودريان عمليا لا يحمل خطة ولا يملك خارطة عمل. أيضا يعني هناك خلاف كبير حول دور لودريان ومهامه اللبنانية. طبعا لودريان لا ينسق مع الإدارة الأمريكية، لا ينسق مع القطريين، لا ينسق مع السعوديين. هناك إشكالية لودريان حقيقة في حال أنه جاء إلى لبنان، وأنا أستبعد أن يأتي في هذا الوقت، هو حقيقة يمثل الرئيس الفرنسي. المشكلة أنه لودريان حتى هذه اللحظة، نحن نتحدث عن سنة وثلاثة أشهر، لم يستطيع أن ينجز أي شيء في هذا الملف. أنا أعتقد أنه قطر ربما أنها تكون هي المؤهلة للعب هذا الدور.
أكد نائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم أن المقاومة وبعد مرور 4 أشهر ما زالت صامدة وتقاتل وتبرع وتتفنن في إيقاع الخسائر المؤلمة في صفوف العدو، بينما إسرائيل وفي ذروة قوتها تقتل المدنيين والأطفال ولا تستطيع مواجهة المقاومين. كلام قاسم جاء خلال إحياء مراسم ذكرى القادة الشهداء عند ضريح الشهيد القائد عماد مغنية. نجد أن إسرائيل في ذروة قوتها تقتل المدنيين والأطفال ولا تستطيع مواجهة المقاومين ولا تتمكن منهم. إذا ماذا بعد هذه الذروة لإسرائيل؟ إذا كانت في ذروة قوتها فاشلة، إذا كانت في ذروة قوتها ترتكب الإبادة والظلم والإجرام وكل أنواع الوحشية التي تجعلهم في مصاف أولئك الذين يفتقرون أدنى مقومات الإنسانية، هل يمكن بعد ذلك أن يكون لهم رفعة أو مكانة أو صوت؟ على الرغم من كل الألم بقتل المدنيين، الإسرائيليون والأمريكيون أغبياء وحمقى، لأنهم يربون الأطفال والأجيال القادمة على المقاومة الصلبة التي لا تقبل إلا بالتحرير. أكد مستشار الرئيس الأمريكي آموس هوكستين وفي حديث مع المذيع والمراسل الدولية في قناة CNBC الأمريكية هادلي جامبل أن بلاده تسعى لإبقاء الصراع في جنوب لبنان بين حزب الله وإسرائيل عند أدنى مستوى ممكن، وقال أن الوضع على الحدود بين البلدين تغير بعد 7 من تشرين الأول، وسيتعين علينا القيام بالكثير لدعم الجيش اللبناني. Well, what we've been trying to do, Hadley, is to make sure that we can contain the fighting to the lowest level possible. We're going to have to do a lot of building up of the Lebanese armed forces. We're going to have to build up the economy in South Lebanon. That's going to require an international coalition of support, and I'm hopeful that we'll be able to see support from them as we go into this next phase. I've been to Lebanon on a couple of occasions recently and to Israel just a few days ago. The president, President Biden, has been clear that what we want to see is a cessation of hostilities, an ability for people of Lebanon to return to their homes in the south. There are over 100,000 people who are displaced, and Israelis to be able to return to their homes in the north of Israel on the border. ومع هذا الخبر نأتي إلى ختام الجولة على المشهد السياسي. جورج، شكرا ريف. شكرا.